مرحبا. اذا نستهل الحديث معك الاستاذ بورش علي للحديث عن موضوع الملتقى واهداف الملتقى وكذلك الغايه من هذا الملتقى، وهو وراءه غايات يعني كثيره للبحث في موضوع الالتزام في الادب الجزائري والادب العالمي عموما بابعاده المختلفه، بايديولوجياته، بافكاره، بالانطباعات التي درسها في ازمنه يعني ماضيه وكذلك في الوقت الحالي رهانات الادب ولو افتراضيا يعني من خلال هذه الورشات التي تتم على منصات تقنيه مختلفه. شكرا لك سيدتي الكريمه. بدايه اشكر إذاعة قالمة على إتاحة هذه الفرصة للتعريف بجامعة قالمة وكذلك بملتقانا، الملتقى الوطني الافتراضي الموسوم بالأدب الجزائري بين رهانات الالتزام وجمالية الفن. الملتقى نظم يوم 25 ماي 2021 بجامعة قالمة، لم يكن حضوريا طبعا، ولكن الملتقى كان عن طريق وسائط التكنولوجيا في الوسيط بيج بلو بوتن. منصة الجامعة. هذا الملتقى بداية رئيس الملتقى السيد عبد العزيز بومهرة والسيدة الكريمة الأستاذة الزميلة نادية مواد كانت رئيس اللجنة العلمية كرس هذا الملتقى أساسا للتعريف بالأدب الجزائري من خلال مضامين الأدب الجزائري التي ركز، حيث ركز الملتقى أساسا على الالتزام. بداية قبل ذلك نعرف الالتزام، فالالتزام هو أن يهتم الأديب مثلا بقضية ما، ولعل أبرز القضايا التي يهتم بها الأدب هي قضية مبدأ الحرية أو قضية الحرية وقضايا الوطنية، الدفاع عن القومية. نعم. الدفاع عن مقومة الأمة، مقومة الوحدة الجزائرية والوحدة العربية والإسلامية، كل هذا يدخل ضمن إطار الالتزام مثلا القومي والديني. هناك التزام أعلى والالتزام العام، الالتزام بالحرية. وهناك من يدعو أيضا الالتزام بالفن، أن يهتم الأدب أساسا بالجماليات الفنية، ولكن كل هذه الأشياء ترتبط فيما بينها، لا يمكن الفصل ما بين الجمال الفني والوطني والقومي والالتزام بالأدب كأدب. كان في الملتقى شهد نجاحا يعني من خلال مشاركات عديدة من مختلف جامعات الوطن، مدية، سكيكدا و ولايات كثيرة. نعم. سنعود إلى ذلك بعد قليل. أستاذ، فقط في محور الملتقى يعني أود أن أسأل الأستاذة نادية موات يعني حول موضوع الملتقى وظاهرة الالتزام في الأدب كحركة يعني حديثة ظهرت، ربما حديثة جدا مع ظهور حركة التحرر وكلها يعني. أستاذة موات، وأنت رئيس اللجنة العلمية يعني لهذا الملتقى، كقراءة بسيطة في هذه أو معمقة إن شئتي حول هذه ظاهرة الالتزام في الأدب الجزائري. نعم، شكرا أستاذتي الفاضلة. أشكر إذاعة قالمة التي مدت جسور التواصل وجسور الجسور طبعا المعرفية التواصلية بينها وبين المؤسسة الجامعية. يندرج هذه التظاهرة العلمية ضمن نشاطات المخبر الدراسات اللغوية والأدبية، تم عن طريق تقنية التحاضر عن بعد طبعا، انبثق من مشروع بحث هو الالتزام في الأدب الجزائري الذي قدمته الفرقة رقم واحد برئاسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بومهرة. طبعا هذا الملتقى جاء تلبية لطموح معرفي وهاجس وطني يسعى إلى التركيز على الأدب الجزائري بكل ما يطرحه من قضايا، ولعل أهمها قضية الالتزام. لماذا؟ لأن الالتزام وإن كانت فكرة ربما عالمية وإن كانت فكرة
عرفتها المجتمعات الغربية قبل أن تعرفها ربما المجتمعات العربية بالمعنى الاصطلاحي، إلا أن الالتزام مرتبط بالأدب منذ نشأته الأولى. فالأديب الأكيد لما يعبر من خلال نص ما، الأكيد أنه يحمل متصل يعني. نعم، الأكيد أنه يحمل وظيفة معينة، يحمل غاية معينة. ارتباط الأدب الجزائري بقضية الالتزام ربما يرجع حتى إلى زمن الثورة، حيث كان الأدب الجزائري أدبا ملتزما بقضايا الثورة. يمكن أن نستشهد على هذا بالشعر، ولا سيما يعني شعر الأمير عبد القادر اللي كان يطرح قضايا ربما مفدي زكريا. في النص المسرحي نجد الكثير من النصوص المسرحية التي التزمت بقضايا الوطن وبقضايا الثورة، خاصة المسرحية الإصلاحية في إطار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وبالتالي هذه الفكرة يعني منبثقة عن شعور وطني، ويتعدى الشعور الوطني إلى حتى الشعور القومي. لماذا؟ لأنه الالتزام يطرح تحديدا يعني مع في القضية الفلسطينية، الالتزام بالقضية الفلسطينية ومدى قدرة الأديب على يعني الإخلاص للقضية الفلسطينية وتسخير فنه وأدبه للتعبير عنها. نعم، كذلك أستاذ علي طورش، يعني لو ذهبنا بعيدا إلى الغاية من الأدب في حد ذاته، لماذا الشعر، لماذا المسرح، لماذا الرواية، لماذا القصة، يعني كل هذه الأجناس الأدبية ما الغرض منها ودورها يعني في الالتزام بالقضايا المطروحة سواء في المجتمع المحلي الصغير ولا المجتمع العربي أو الإفريقي أو العالمي؟ شكرا لك. دور الالتزام، يجب أن نفصل كما طرقت الأستاذة قبل قليل ما بين الالتزام كمفهوم فلسفي نقدي أو نقدي، وبين الالتزام كقضية موجودة ومرافقة للأدب منذ نشأته. لا ننسى أن أشهر بيت دويد بن الصم الذي كنا نحفظه جميعا ونقرأه منذ أيام الثانوية، وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، هذا التزام بالقبيلة. وبالدفاع عن قيم القبيلة، وأن الشاعر يلزم نفسه بأن لا يخرج عن قبيلته في الأدب، عن الأطر والأعراف يعني. نعم، في الأدب لا يخرج عن شيئين. أول حاجة هو حالة نفسية وحالة فنية ملزم الشاعر وكان مفروض عليه بأنه يرثها، لا نقول يرثها بل هي موهبة فطرية تنشأ مع الإنسان، وبالتالي هو مدفوع دفعا للكتابة يكتب. ولكن الإنسان هذا أو الأديب ليس مفصولا عن قومه، ليس مفصولا عن وطنه، فهو يحتاج لكي يتواصل، لكي يكون أدبه يعني يلقى الحظوة بين أبناء جلدته ولا في عصره، يجب أن يحاكي أو يتحدث عن قضايا التي تهم المجتمع. نعم. فيتلقى المجتمع الأدب سواء كان مسرحا أو شعرا أو قصة أو رواية، إذا أحس المجتمع أن هذا الأدب يهتم بقضايا يلتزم بالدفاع نعم عن القضايا القومية والوطنية أو العربية، كلما كان هذا الأدب لصيق كلما اشتهر الأديب وكلما كان نال الحظوة. وبالتالي هناك نتحدث عن شقين، شق نفسي خاضع للتجربة الذاتية للشاعر، وشق آخر شق اجتماعي، لأن الأديب لا يمكن أن ينفصل عن بيئته، لا يمكن أن يتجاوز بيئته. هناك شق آخر اللي هو الشق اللي ارتبط أساسا بالفلسفات المعاصرة ومفهوم الالتزام، هو الشق الالتزام بالحرية اللي نادى به سارتر، خاصة الدفاع عن الأقليات والمستضعفين. لا يمكن الحرية، مبدأ الحرية، هو يرى أن الأدب يجب أن يدافع عن مبدأ الحرية، وحريتي أنا كشخصي كأديب لا يمكن أن تفصل أو أن تجزأ، فبالتالي أدافع عن حريتي ولا أدافع عن حرية الآخرين. ومن ذلك ظهر المبدأ، يجب من يدافعون عن، هم ليسوا مسلمين لكن يدافعون عن القضية الفلسطينية، ويدافعون عن قضايا التحرر، قضايا الدفاع عن السود. بالتالي أصبح الأدب وفق هذا المنظور، وفق هذا الوعي، مدافعا له أهداف، مهما كان طبيعة هذا الأدب سواء كان قصة أو مسرحية أو رواية، مدافعا عن قضايا
كل القضايا الجوهرية يعني. نعم بالضبط الجوهرية، وأهم هذه القضايا هي مبدأ الحرية. نعم أستاذ، أستاذة موات نادية، يعني نروح الجانب التنظيمي نوعا ما إلى هذا التحضير الملتقى وكله، يعني إجراءات التحضير والعدد المشاركين فيه، خاصة وأنه الانتقال من الملتقيات الحضورية إلى الافتراضية، يعني كيف تم تنظيم هذا الفكرة الملتقى كما سبق وأشرت إليها؟ تفضلي يعني حتى يأخذ المستمع الكريم يعني فكرة عن الانتقال، انتقال جامعة 8 ماي 1945 قلما من الملتقيات الحضورية إلى الملتقيات الافتراضية. احنا شفنا يعني زخم لهذه الملتقيات خاصة في شهر جوان إن شاء الله التي ستنظم على مستوى مختلف الكليات. نعم شكرا أستاذتي الفاضلة. طبعا هذا الانتقال هذا جاء نتيجة جائحة كورونا التي أصابت العالم بأسره، أبتهل إلى الله أن ترفع عنا. طبعا هذا الانتقال هو انتقال إيجابي في حقيقة الأمر، وانتقال تطلبته الحياة المعاصرة وتطلبته هيمنة التكنولوجيا إن شئنا أو أبينا، التي غزت مختلف المجالات المعرفية والعملية والعلمية بطبيعة الحال. كانت جامعة قلما كغيرها طبعا من الجامعات الأخرى سباقة إلى الركب التكنولوجي، إلى مسيرة الركب التكنولوجي. طبعا الملتقى الحضوري عنده أساسياته، عنده يعني آليات التنظيم فيه. الملتقى الافتراضي وفر لنا الكثير من الامتيازات، من بينها أنه أصبحت يعني المحاضرات عن بعد توفر للمتدخل ولا للمشارك إمكانية أن يتواصل مع المؤسسة المنظمة لهذه التظاهرة من محل إقامته، وهذا طبعا فيه اختصار للجهد نعم وللتنقل ومتاعب التنقل مشقة السفر وغير ذلك. ثم أيضا فيها التفاعلية، لذة التفاعلية، لأنه أصبحت الملتقيات الافتراضية نعم أستاذتي الفاضلة أهم شيء ولا ميزة الملتقيات الافتراضية هي التفاعلية، اللي أصبحت تكتسح العديد من التظاهرات وأصبحت يعني متعة في حد ذاتها. التنظيم يعني أستاذة لو تقارني بين الملتقى الحضوري والملتقى الافتراضي، كيف نظرتكم يعني من خلال تنظيم هذا الملتقى في حد ذاته؟ هو من الناحية التنظيمية طبعا الملتقى الافتراضي أقل مشقة، أقل مشقة نعم. من الملتقى الحضوري، لأن الملتقى الحضوري يتطلب الكثير من الإجراءات ويتطلب توفير بعض الخدمات أيضا اللي ممكن يعني ممكن تكون فيها مشقة. أما الافتراضي فعلى العكس من ذلك تماما، أصبحت الملتقيات أقل مشقة، أقل تكلفة، أقل تكلفة وأكثر تعميما للفائدة، لأنه يعني الملتقى الافتراضي لمجرد أنه هذاك الرابط يتوزع على الطلبة، يقدر الطلبة في مختلف يعني الذين ينتمون إلى مؤسسة التظاهرة في مختلف أماكن إقامتهم يقدروا يتابعوا معنا. نعم. حتى الحضور يكون يعني مكثف ربما أنه. أكيد نعم. أستاذتي الكريمة، طبعا بالنسبة للعدد المشاركين لاقت هذه التظاهرة العلمية قبول العديد من المشاركين، بلغ طبعا عدد المشاركين حوالي 80 مشاركا، طبعا هو عدد نوعا ما يعني في مرتفع نعم مرتفع نوعا ما. بعد يعني خضوع هذه ملخصات المشاركة إلى التقويم قلص العدد طبعا نتيجة أسباب كثيرة، قلص العدد إلى حوالي 27 متدخلا. 27 متدخلا توزعت مختلف المداخلات ولا توزع المشاركون على ولايات ولا جامعات وطنية مختلفة، من بينها الشلف، جامعة الشلف، جامعة لندية، جامعة عنابة، جامعة أم البواقي، جامعة سكيكدا طبعا، ونصيب الأسد كان من ولا حصة الأسد كانت من نصيب جامعة قلما، طلبة وأساتذة، طلبة في الدكتوراه وأساتذة باحثين. تراوحت المداخلات أيضا أو اختلفت مواضيع المداخلات، جمعت بين
مواضيع الالتزام في الشعر، الالتزام في الرواية، والالتزام في المسرح. نعم أستاذ طرش علي، يعني بالنسبة لي في نفس السياق الأستاذ تكلم على المحاور ربما التي تناول فيها المشاركين يعني مداخلاتهم، محاور الملتقى ولا الأساسيات اللي تبنى عليها هيكل ملتقى الأدب الالتزام في الأدب الجزائري. شكرا. باختصار كل ملتقى ينبني أساسا على محورين أساسيين، محور يهتم بالجانب النظري ومحور آخر يهتم بالجانب التطبيقي. محور الجانب النظري هو يهتم بفلسفة الالتزام، بما أن الملتقى كان في الالتزام، مفهوم الالتزام، قضايا الالتزام بشكل عام، بدي كانت مجموعة من التدخلات في هذا الإطار. المحاور الأخرى، المحورين الباقية، عفوا المحورين الباقية الآن، في الالتزام في جانبه التطبيقي. نعتذر أستاذ، فاصل قصير لعناوين أخبار نشرة 12 ونعود بعد ذلك إن شاء الله.